هسه نكمل وين ما وصلنا. وصلنا للكرياتين كاينيز. هسه نبدي ناخذ ذن الانزيمات اللي راح تدخل بعملية التشخيص للأكيوت مايوكارديال انفاركشن. الكرياتين كاينيز it is an enzyme found primarily in the heart and skeletal muscle and to a lesser extent in the brain but not found at all in the liver and kidney. إذن أشوفه وين؟ بالهارت وبالسكيليتال مصل وبصورة أقل بالبرين. هذا شنو وظيفته؟ catalyzes the transfer of phosphate between creatine and ATP ADP. يعني شنو هذا؟ هذا الكرياتين هسه جاينا خلحكي كوظيفة، يعني هو شنو وظيفته كإنزام بالحالة الطبيعية. وظيفته أنه هذا الكرياتين كاينيز، من اسمه كاينيز إذن هو يفسفر. ش راح يفسفر؟ يفسفر الكرياتين. احنا نعرف الكرياتين واحد من المكونات اللي مثل ما قلنا هسه موجودة بالهارت والسكيليتال مصر. ليش يفسفر الكرياتين؟ يحول الكرياتين إلى كرياتين فوسفات. على مود هذا الفورم الكرياتين فوسفات هو مصدر للطاقة. يعني في حال ما عندي اي تي بي، صار عندي نقصان بالاي تي بي، هو هذا الكرياتين فوسفات اللي حينتج بسبب الكرياتين كاينيز هو يعوض لي الاي تي بي. اذا وظيفته بالطاقة، من اسمه كاينيز اذا متعلق بالفسفرة، اذا متعلق بالطاقة وين؟ بالهارت مصل والسكيليتال مصل. اوكي تو ا ليسر اكستنت ان ذا برين. زين، فهو مثل ما قلت انا متعلق بالطاقة. فهو يقول provide rapid regeneration of ATP when ATP is low. انا مثلا عندي، انا بالحالة الطبيعية استخدم الـ ATP كمصدر للطاقة. اذا قل عندي الـ ATP لأي سبب معين استخدم الكرياتين كاينيز. انا اصلا الكرياتين استخدم العفو اي استخدم الكرياتين كاينيز. انا اصلا الكرياتين كاينيز مثل ما قلنا هو فسفر للكرياتين. زين، فاني صار هسه بهاي الحاله انا عندي هاي الماده الكرياتين. بس ثواني، انا صار عندي كرياتين هنا، انا كرياتين فوسفات، كرياتين فوسفات اللي نتجتها عن طريق الكرياتين كاينيز. زين، فبالحاله من صار عندي اي تي بي قليل، هاي ايش استخدمها؟ انا اي تي بي قليل، مجرد افاعل الكرياتين فوسفات ويا الاي دي بي، اي دي بي مجرد افاعلها، هاي الفوسفات حتنتقل للاي دي بي وتنطيني شنو؟ تنطيني اي تي بي زائد كرياتين زائد كرياتين. يعني فائدة هذا الانزيم هو انه اني اجيب كرياتين وفسفره. من جبت كرياتين وفسفرته وكونت كرياتين فوسفات، هذا الكرياتين الفوسفات استفاد منه في حالات نقصان الاي تي بي انه ارجع اسوي ريجنريشن للاي تي بي. شلون؟ مثل ما هسه انا قلت افاعله ويا اي دي بي. هسه احنا كدايجنوسيس انا ما يهمني شنو وظيفه الانزيم، بس حتى نوصل لفكره انه هو هذا فائدته يفسفر الكرياتين. على مود من الاي تي بي يكون قليل، هذا الكرياتين فوسفات النتج من الفسفرة استخدمه لإعادة تكوين الـ ATP يعني كطاقة. فمثل ما قلنا ها، ويقول لك كرياتين فوسفات is regenerated when ATP is abundant. إذا أنا بالعكس ما أحتاج ATP، أنا هسه من الـ ATP قليل أسوي شنو؟ أحول الكرياتين فوسفات أفعله ويا ATP حتى أنتج ATP. بينما إذا الـ ATP هو أصلا هواية، لا أخزنه على شكل كرياتين فوسفات على مود همين استفاد منه من تكون الطاقة قليلة. هي هاي عملية انتر كونفيرجن، يعني أنا مرة أحول أنتج أي تي بي من أي تي بي قليل، ومن الأي تي بي هواية أنتج كرياتين فوسفات، لأن الكرياتين فوسفات هو ستورج فورم أقدر أخزنه هنا أنا بالنسبة للسكيليتال مصل والهارت. اذا عرفت ان وظيفته بالطاقه، هسه الموضوع المهم مالتنا انه شنو؟ انه اذا صار مايوكارديال انفاركشن، صارت نكروسس بالهارت، هو موجود داخل الهارت مصر، راح يصير له ريليس. السيرم فاليو از فاوند تو انكريس وذن، هذا يرتفع بفتره كلش قصيره، يعني 3 الى 6 ساعات. هاي الاوقات من المهم واحد يعرفها على مود لانه هاي تفيد بالتشخيص. المهم هذا يرتفع
يبدي يرتفع من 3 الى 6. البيك مالته اذا لازم تعرف ايش وقت ارتفع من 3 الى 6، البيك ليفل مالته ورا يوم 24 الى 30 ويرجع للنورمال 2 الى 4. هاي اهم شيء انه انت تعرف يرجع للنورمال ايش وقت، لانه انت مثلا هو صار عند الانفاركشن صار الاسبوع، فانت من حط قيس الكرياتين كان يحشوفه نورمال، لانه هو ورا 4 ايام يرجع مو ورا اسبوع، ورا 4 ايام اصلا يرجع. لكن اذا ورا 3 الى 6 يبدي يرتفع، البيك مالته ورا يوم والريتيرن تو نورمال ايش وقت 2 الى 4 دايز. هذا لا هو النورمال فاليو مالته، احنا قلنا نقيس بالانترناشنال يونت اور الاي يو على اللتر 10 الى 50، هاي ايش وقت 10 الى 50 هاي نورمال فاليو. الكرياتين كانيز سنسيتيف انديكيتور ان ذا ايرلي ستيجز، كلش ان ذا ايرلي ستيجز يفيدني، لان مثل ما قلنا هو يرتفع ورا 3 الى 6 والبيك ورا يوم، يعني بالايرلي ستيجز تو المايوكارديال انفاركشن صار هو سنسيتيف يفيدني. نو انكريز ان اكتيفيتي فاوند ان هارت فيلر اور كورونري انسفيشنسي، ما له علاقه، انا جاي احكي لا جاي احكي على الهارت فيلر ولا الكورونري انسفيشنسي، جاي احكي على المايوكارديال انفاركشن. هو طبعا هي الكورونري انسفيشنسي تسبب لك انفاركشن اوكي، بس هو يقول لا، اللي يصير الانفاركشن يصير النكروسز بالمايوكارديال مصل يلا يرتفع. ان اكيوت مايوكارديال انفاركشن الكرياتين كاينيز، مرات يسمي كرياتين فوسفات كاينيز، رايز faster than SGOT and returns normal faster than SGOT. هذا الكرياتين كان قلنا يرتفع 3 الى 6 والبيك مالته 24، يكون faster than هذا الانزيم اللي هسه راح ناخذه SGOT. هو شنو؟ مختصر سيرم جلوتاميت اوكزالو اسيتات، اوكزالو اسيتات ترانز امينيز، التي ترانز امينيز. اذا الاس جي او تي اللي هو مختصر سيرم جلوتاميت اوكزالو اسيتات ترانز امينيز، او مرات هذا يسموه الى اسم ثاني يسموه اي اس تي، هسه راح ناخذه بالتفصيل، هذا يسموه اي اس تي اسبارتيت ترانز امينيز، هسه مو مشكله التسميه. المهم انه الكرياتين فوسفوكاينيز يكون فاستر ذان هذا الانزيم الثاني اللي هسه حناخذه، و return to normal faster. لازم تعرف ذن العلاقة ما بين الانزيمات. هسه افتهمنا هذا الكرياتين كانيز وعرفنا دوره بالطاقة وعرفنا النورمال فاليو مالته 10 الى 50 وشون حيرتفع بيا اوقات. بنفس الوقت احنا مو قلنا انه الكرياتين كانيز موجود بالهارت وموجود بالسكيليتال مصل موجود بالبرين. زين اني هسه اريد اعرف انه انا اريد اشخص مايوكارديال انفاركشن، زين يجوز هو لا ارتفع مو لسبب الهارت، ممكن اكو مشكله بالسكيليتال مصل او بالبرين. ف لهذا هذا الانزيم بي يسموه ايزو انزيم، يعني بي اكثر من فورم. واحد من الفورمات راح اشوفه موجود بالهارت، واحد بالسكيليتال مصل، واحد بالبرين، حتى اني اتاكد 100% انه هذا التشخيص هو مايوكارديال انفاركشن. لازم مو اشوف بس الكرياتين كاينيز مرتفع، لا اشوف الفورم مات اللي موجود بس بالهارت هو المرتفع. فهي هاي فكرة الايزوفورم 3 ايزو انزيم. ليش؟ لان انا عندي 3 مناطق هارت سكيلتال مصل والبرين، في 3 ايزو انزيم. measuring them is of value in the presence of elevated level of creatine kinase to determine the source of elevation. انا حتى اعرف الكرياتين كاينيز هذا جايني ارتفاع من الهارت لو من السكيليتال مصل لو من البرين، لازم اشوف السبيسيفيك ايزو انزيم مالته. التسميه مالته راح اسميها حسب احرف، حرف ام جاي من مصل وحرف بي جاي من البرين. هسه راح نعرف شنو قصدها. ذولا افصلهم بالالكتروفوريسز اور باي ايون اكسشينج كروماتوغرافي، يعني ذن الايزو انزيم بطرق فصل الانزيمات. هسه ما نريد نعرف هي شنو طرق فصل الانزيمات، هي الكتروفو يعني العزل، عزل كهربائي يصير بيناتهم تفصلهم. المهم تفصلهم، انت اهم شيء تفصلهم حتى تحسب كل واحد individually
حتى تحدد وين المصدر بالضبط، هل هو هارت، هل هو برين، هل هو سكيليتال مصل. ثلاثة، عندي الكرياتين كاينيز اللي يسميه ام ام، احنا قلنا حرف ام يعني مصل وبي يعني برين. الام ام اللي هو الكرياتين كاينيز ثلاثة موجود بالسكيليتال مصل وبالهارت مصل، سكيليتال ان هارت مصل. طبعا هذا الموبيلتي مالته هاي ليست، هذا انترميديت هاي ماكسيمم، هاي هيك ما تفيدني. يعني قصده اثناء العزل الكهربائي هذا مو بسهولة ينزل، هذا وسط وهذا ماكسيمم، هذا قصده هنا الكترو فوريتيك موبيلتي. هسه هاي مو مهم، المهم هذا الام ام مثل ما قلنا يعني هو لان مصل مصل، فسكيليتال مصل وهارت مصل، حرف ام يعني مصل، فمن قال ام ام يعني سكيليتال مصل وهارت مصل. اما من ام بي فهذا بس هارت مصل، يعني البي صح برين بس هنا ما له علاقة. حرف بي وحرف بي اللي هو الكرياتين كاينيز واحد هذا اثنين هذا ثلاثة، المهم من اسمه حرفين بي اذا برين. اوكي هذا اللي الايزو انزام. اذا واحد موجود بالسكيليتال مصل والهارت مصل اللي هو الام ام، واحد موجود بالهارت مصل بس الام بي، واحد بالبرين هذا. فانت ايش تتوقع هسه؟ انا اذا عندي مايوكارديال انفاركشن يا هن اللي راح يكونن مرتفعات، منطقيا الام بي راح يكون مرتفع والام ام. زين هو اصلا بالحاله الطبيعيه، بالحاله الطبيعيه جاي احكي بالحاله مو ماكو انفاركشن، انه بالحاله الطبيعيه 97 الى 100% انه الكرياتين كاينيز 97% منه يكون متواجد بالبلد، اقصد بالحاله الطبيعيه 97 على شكل ام ام و0 الى 3% على شكل ام بي و0% بالنسبه للبرين. هاي يقول لك بالحاله الطبيعيه، انا هاي ما جاي احكي انه اكو انفاركشن، يعني بالحاله الطبيعيه المفروض الكرياتين كان 97% من عنده على شكل ام ام و3% 0 الى 3 ام بي وهذا صح. هسه راح نشوف. يقول normal level of creatine kinase are almost entirely MM، مثل ما قلنا هاي احنا مجايش عن normal، النورمال لان يقول لك 97% بالحالة النورمال هو MM يعني المصل اللي هو جاي من السكيليتال مصل وجزء قصير من عنده او قليل من عنده، قصير ايش دخل قصير هنا ماكو هارت مصل. فالمهم يعني جزء قليل كلش من عنده بالهارت، يعني ترى واحد هم يغلط اسف. هسه عرفنا انه بالحالة النورمال هو يكون 97% بالأمام. Elevated level of creatine kinase resulting from acute myocardial infarction are about half mm و half mb. منطقي هسه انت صار عندك myocardial infarction 100% اللي حيرتفعون مثل ما انا قلت الامام والامب لان هن بيهن اللي موجودات بالهارت، فيقول لك 50% راح يرتفع ام ام و 50% يرتفع ام بي. زين myocardial muscle is the only tissue that contain more than 5% of the total creatine activity as MB isoenzyme. مثل ما قلنا انه الام بي وين موجود؟ mainly وين؟ بالهارت. قصده انه هنا قصده انه الام بي هذا اللي هو الثاني، يعني اخوان ماكو داعي، هي ما بها اي تعقيد، مجرد انه تعرف المصدر. ف هو هناش دا يقول، عفوا دا يقول انه الحاله النورمال هو ام ام اللي هو جاي من سكيليتال مصل وجزء قليل من الهارت مصل، واللي 97% 3% من الام بي. خو هذا اللي بالبرين ماكو صفر، فيقول لك اذا صار مايوكارديال انفاركشن من اللي حيرتفع؟ هذا يرتفع وهذا، والهارت يعني المين اللي هارت مصل موجود بها الام بي، هذا اللي حيرتفع. زين following an attack of acute myocardial this isoenzyme اللي هو الام بي within 4 hours following the onset of chest pain reaches a peak of activity at approximately 24 hour and 4 rapidly. اذا يقول لك انه الام بي isoenzyme هذا الام بي اللي حكينا عنه
اللي موجود بس بالهارت، من يصير مايوكاردال انفاركشن ورا اربع ساعات يرتفع، والبيك مالته 24 اربع ساعات يرتفع، والبيك مالته 24 وراها ينخفض. فيقول لك الام بي اللي هو قلنا بالهارت 4.5 الى 20 من التوتال كرياتين كاينيز اكتيفيتي ان ذا بلازما اوف بيشنت وذ ريسنت مايوكاردال انفاركشن، and the total iso enzyme is elevated to up to 20 fold. يعني كل يعني همنا كل تكرار مجرد يقول لك انه اذا صار مايوكارديال انفاركشن هذا الايزو انزيم حيرتفع. يعني هو بالحاله النورمال 0 الى 3% اكتيفيتي، من يصير مايوكارديال انفاركشن يتحول من 4.5 الى 20% من الاكتيفيتي، يعني يرتفع. هو هذا قصد هنا بهاي المعلومه، فما بها اي تعقيد، مجرد ان الام بي حيرتفع اذا كان اكو اكوت مايوكارديال انفاركشن. الام ام هم يرتفع وياه بس بسرعه اقل، يعني والاوقات 4 اور والبيك مالته 24. هذا خلص، مجرد عرفنا ان الكرياتين كاينيز شنو دوره شنو وظيفته، انه يرتفع بالاكوت مايوكارديال انفاركشن، وبالتحديد يا ايزو انزيم من عنده هو الام بي، يعني ما بيها اي تعقيد. نجي هسه للثاني، الاسبارتيت امينو ترانسفيرز. شوف يعني هي هاي الدياجنوسيس بيها اكثر من طريقه للدياجنوسيس بالحقيقه. يعني هسه انا مثلا هذا الكرياتين كاينيز، ممكن احسب حتى اتاكد اكو مايوكارديال انفاركشن اشوف الام بي عنده مرتفع. مرات لا، اكتفي انه بس بالكرياتين كاينيز التوتال، واخذ انزيم ثاني وياه مثلا هذا الاسبارتيت امينو ترانسفيرز، هذا هم راح اشوفه يرتفع، فاتاكد انه يعني مايوكارديال انفاركشن. اكو اكثر من طريقه هسه راح نشوف. بالنسبه للاسبارتيت امينو ترانسفيرز مثل ما قلت هو سيرام جلوتاميت اوكزالو اسيتات ترانز اميريز. طبعا حتى انا راح اشرح مين جاي هاي التسميه، خلينا نشوف انه ليش اجت هاي التسميه. هذا هو ترانز امينيشن رياكشن احنا ماخذين سابقا، انه الجلوتاميت هذا يتفاعل ويا اوكزالو اسيتات، اوكزالو اسيتات، فينطيني بترانز امينيشن رياكشن الجلوتاميت ينقل الامينو جروب الى الاوكزالو اسيتات. الاوكزالو اسيتات من تستلم الامينو جروب تتحول الى اسبارتيت، اسبارتيت اسبارتيت زائد الفا كيتو جلوتاريت. بالنسبه لي الفا كيتو جلوتاريت هذا ترانز امينيز، فهذا الانزيم مرات يسموه اسبارتيت امينو ترانسفيرز، ومرات لا يسمي سيرام جلوتاميت اوكزالو اسيتات، اس جي او تي. اذن يا اما اسميه اي اس تي يا اما اسميه اس جي او تي من هذا التفاعل. يعني انا دائما شغله التسميه احاول انه يعني حتى هاي اشرحها حتى واحد ما يدرك، حتى الاسم يفهمه حتى ما ينسى. فبالنسبه لهذا الاسبارتيت امين ترانسفيرز او السيرام جلوتاميت اوكزال استات ترانز امينيز، هذا انزيم ثاني همين سيجنيفيكنتلي اليفيتد. هذا النورمال فاليو مالته من 0 الى 40 41 عفوا. هذاك ايش قد قلنا؟ ذاك ايش قد قلنا النورمال فاليو مالته من 10 الى 50. الكرياتين كانيز من 10 الى 50، هذا من 0 الى 41 انترناشونال يونت على اللتر. الاسبارتيت امينو ترانسفيرز زين بالاكيوت مايوكارديال انفاركشن اكتيفيتي سيرم اكتيفيتي رايز شاربلي وذين ذا فيرست 12. شوف هذا الفرق، انه هذا شو وقت يرتفع ورا 12 ساعه، والبيك مالته هم 24 ان ريتيرن تو نورمال 3 الى 5 دي. لذلك ايش قال؟ هو قال انه الكرياتين كانيز يصعد او يرتفع اعلى، رايزز فاستر ذان. ليش؟ لانه هذا يرتفع وذن 3 الى 6 اور،
البيك مالتهم اثنيناتهم 24، لكن هذا يبدي يرتفع من 3 الى 6، بينما هذا يبدي يرتفع لا ولا شنو 12 ساعة، لكن البيك مالتهم 24 اثنيناتهم. return to normal ذاك يرجع faster هم، يعني ذاك يرجع 2 الى 4 days، هذا 2 الى 4 days، لذلك قال return faster، بينما هذا شقد 3 الى 5 days. فهاي الفروقات واحد يفهمها ويعرفها. هذا يرجع إذن الاسبارتيت امان الترانسفيرز حيرتفع وي يعني بورا 12 ساعة، والبيك مات 24 ويرجع من 3 إلى 5. The rise depends on the extent of infarction. Reinfarction result in secondary rise. يقول لك يعني كل ما أكو infarction أكثر يعني شدتها أقوى أكيد الارتفاع حيكون أكثر، وإذا صار reinfarction هم يرتفع. Prognostic significant كprognosis يعني هذا حالة المريض شو توقعها حسب ارتفاع الاسبارتيت امان ترانسفيرز. هو احنا قلنا النورمال من 0 الى 41، اذا ارتفع فوق ال 350 اللي هي معناته due to a massive infarction يعني infarction كلش قوية، وارتفع فوق ال 350 شنو قاتلة fatal او يعني تسبب لك death. اوكي اذا فوق 350 لان ارتفاع كلش عالي، اذا فوق 150 هاي مورتاليتي يعني ريسك كلش عالي للدث، هذيك قاتله يعني 100% هاي لا هاي مورتاليتي، لكن اذا جوا 50 لو مورتاليتي. اذا فوق 350 قاتله ماسيف انفاركشن، فوق 150 هاي مورتاليتي نسبه عاليه، لكن جوا 50 لو مورتاليتي. لكن راح نشوف انه الاسبارتيت امان ترانسفيريز شنو مشكلته، انه هو elevated بother diseases، وراح ناخذها بالمحاضرة الجاية بالliver function test، انه the rise in activity is also observed in muscle و hepatic disease. مرات الانجري للمصل العادية للسكيليتال مصل و hepatic و liver disease. This can be well differentiated from simultaneous estimation of other enzyme activities like SGBT which do not show arisenic. يعني الاسبارتيت امان ترانسفيريز وحده غير كافي، ليش؟ لانه ممكن يرتفع همينا بليفر ديزيز ومصل، فشلون اتاكد؟ عندي هواي طرق، اجيب انزيم ثاني اللي هو SGBT وهم راح ناخذه بالمحاضره الجايه، اللي هو هذا SGBT اللي هو مختصر سيرم جلوتاميت بايروفيت ترانس امينيز، سيرم جلوتاميت بايروفيت ترانس امينيز او يسموه الانين امانو ترانسفيريز. المهم هذا انزيم حناخذه بالمحاضره الجايه. اذا هذا اذا اثنيناتهم مرتفعه الاسبارتيت امانو ترانسفيريز ويا الاس جي بي تي هذا ويا هذا، اذا اثنينهم مرتفعوا اتاكد 100% انه هي اكيوت مايوكاردال انفاركشن. إذا الاسبارتيت امان ترانسفيريز وحده غير كافي، ممكن استخدم ويا اس جي بي تي، ممكن واحد يقول حتى اتاكد اجيب كرياتين كاينيز وياه، بس الكرياتين كاينيز مثل ما قلنا يا هو نعتمد على الام بي حتى اتاكد. يعني هاي مجرد تو ميك شور يعني انه الدايجنوستس هيج. نجي هسه الى انزيم يعني همنا يسمون لاكتيت دي هيدروجينيز. اللاكتيت دي هيدروجينيز هذا احنا خل احكي عن يعني يا تفاعل يعني يسوي له والله خلينا نشوف. كنا نعرف هذا الانزيم وكنا ماخذيه بالجلايكولايسيس بالتحلل السكري، بالتحلل السكري بس ثواني خل بالتحلل السكري احنا بالنسبة لي التحليل السكري إذا كان بغياب الأكسجين، ما عندي أكسجين ما أقدر أسوي دورة جريبس، فالبايروفيت اللي أنتجه من التحليل السكري شو أسوي له؟ أحوله بوجود هذا الإنزيم إلى شنو؟ باللاكتيت دي هيدروجينيز اللي هو مختصر LDH، أحوله إلى لاكتيت اللاكتيك أسيد أو اللاكتيت اللي هو الحامض اللبني، يعني صار عملية تخمر لبني، هذا حامض لبني زين، هاي عملية اختزال
يعني البايروفيت أضيف لاثنين H هيدروجين يصير لاكتيت. يعني هو هذا اللاكتيت دي هيدروجينيز، وظيفته إنه بغياب الأكسجين يحول البايروفيت إلى لاكتيت. فخلنا نشوفها. Catalyze the reversible conversion of pyruvate and lactate مثل ما احنا. هذا النورمال فاليو مالته 55 الى 140. هسه النورمال فاليو لحد الان الكرياتين كان يز 10 الى 50، الكرياتين كان يز 10 الى 50، وبالنسبه للاسبارتيت 0 الى 41، وهذا من 55 الى 140. الليفل مالته عالي نوعا ما. The level in the upper range are generally seen in the children. يعني مستوى يكون أعلى بالتشيلدرن. LDH level is يعني 100 times more inside the RBC than in the plasma, and therefore minor amount of hemolysis result in false positive result. شنو هذا معناه؟ إحنا نعرف إنه RBC ما بيها ميتوكوندري، أوكي؟ يعني ما تقدر ما بيها ميتوكوندري، يعني ما يصير بيها تنفس هوائي. يعني لازم تلجأ بس تحلل سكري وبيها، يعني بغياب الأكسجين ما بيها ميتوكوندرية تنفس لا هوائي، راح تستخدم هذا التفاعل اللي احنا حكيناه اللي هو انه البايروفيت تتحول الى لاكتيت. يعني تحتاج هذا الانزيم حتى تنتج شنو هنا، تنتج 2 اي تي بي. يعني نعرف انه التنفس اللا هوائي بغياب الأكسجين اللي هو هنا انه البايروفيت يتحول الى لاكتيت زائد 2 ATP. يعني المصدر الوحيد القصد انه RBC لانه هي ما بيها ميتوكوندريا، هاي الطريقة الوحيدة اللي هي التحلل، العفو التنفس اللاهوائي، هي الطريقة الوحيدة لانتاج الطاقة. فاللاكتيت دي هيدروجينيز LDH كل شيء يكون بيها عالي، اعلى من البلازما بنسبة كلش عالية. المهم فيقول لك اني هسه اذا صار هيمولايسز، يعني انه اذا صار هيمولايتيك انيميا مثلا، صار عنده تحلل بكريات الدم الحمراء، هاي كريات الدم الحمراء تحطمت، راح تسوي ريليس لللاكتيت دي هيدروجينيز فينطيني فولس بوزيتيف ريزولت. احنا المفروض هسه باللاكتيت دي هيدروجينيز نشخص اكيوت مايوكاردال انفاركشن، بس اذا هذا الشخص عنده هيمولايتيك انيميا يعني صار هيمولايسيس، تحطم بكريات الدم الحمراء، حيرتفع اللاكتيت وبالتالي ينطيني فولس بوزيتيف. يعني هو ما عنده مايوكارديال انفاركشن بس مرتفع عنده اللاكتيت دي هيدروجينيز. ليش؟ بسبب هاي الميكانيزم اللي هسه حكيناه. فيقول لك بالاكيوت مايوكارديال ات رايزز هم من 12 الى 24 والبيك مالته 48. هذا كلش ديليد، يعني يتاخر عن البقيه. يعني احنا قلنا انه الكرياتين كانيز 3 الى 6 اور والبيك مالته 24، وبالنسبة للأسبارتيت أمينو ترانسفيريز لا 12 والبيك مات هم 24. هذا لا، هذا 12 إلى 24 ارتفاعه والبيك مات 48 hours اللي هي 2 إلى 4 days. يوصل حتى 1000، يعني كل شيء ارتفع 1000 international units من 55 إلى 140 إلى 1000، وكلش بطيء يرجع من 8، يعني بعد 8 ايام الى 14 يوم، يعني ممكن يستمر حتى اسبوعين 14 يوم يلا يرجع للنورمال. يعني هذا اللاكتيت دي هيدروجينيز راح نعرفه انه هو شويه بطيء، يرتفع ببطء، يحتاج من 12 الى 24 والبيك مالته بطيء مقارنه بالبقيه 48، والرجوع على النورمال من 8 ايام الى 14 مقارنه بذا النيتشا اللي هي الكرياتين كانيز قلنا يومين الى اربع ايام يرجع، والاسبارتيت 3 الى 5. هذا لا يحتاج 8 الى 14، يعني بطيء. The magnitude of rise proportional to myocardial to the extent، طبعا كل ما الشدة اقوى كل ما الارتفاع حيكون اكثر. Serum LDH elevation may persist for more than a week after creatine phosphokinase و يعني الكرياتين كانيز والسيرم جلوتاميت اوكزالي استات ترانزامينيز اللي هو الاي اس تي، هذا الاي اس تي هاف ريتيرن تو نورمال. مو احنا قلنا بطيء، فهذا النيتش يجوز رجع للنورمال الكرياتين فوسفوكينيز والاسبارتيت امان ترانسفيرز رجعوا للنورمال، لانه واحد يرجع من هذا يرجع من يومين الى اربعه
وهذا 3 أيام إلى 5، بينما هذا يحتاج 8 إلى 14، يعني يجوز ذني رجعا وخلصا، وهذا ورا أسبوع كامل من رجوع ذني يلا يرجع، يعني يقول لك إنه هو بطيء يستمر فترة طويلة. فأنت لازم ببالك، يعني ببالك إنه هذا بسرعة يرجع، هذا مقارنة بالبقية بطيء، حتى تعرف بالدياغنوسيس you take this into consideration، يعني حتى تكون فاهم، لأن أنت احتمال إنه هذا ما صار والمريض صار له هلقت فترة من صار عنده الانفاركشن، يجوز يعني فترة قصيرة فترة طويلة، فأثناء التحاليل المختبرية لازم أنت هاي تعرف. نفس الشيء هسه اللاكتيت ديهايدروجينيز هم يرتفع بأذر ديزيزز، مثل ما قلنا هسه حكينا هيمولايتيك انيميا، انه اذا شخص تحطمت عنده الار بي سي صار هيمولايتيك انيميا، هم يرتفع عنده اللاكتيت ديهايدروجينيز، وايضا يرتفع بي اذا هيباتوسيلولار دامج، راح ناخذها بالمحاضره، اذا ليفر دامج هم يرتفع، مصل دامج، لان هو اللاكتيت ديهايدروجينيز هذا تقريبا ماكو سال بجسمنا ما بيها لاكتيت ديهايدروجينيز، لانه انت تحتاجه، انه اذا غاب الاكسجين تستخدم هذا الانزيم. نفس الشيء بالليوكيميا، بالكانسرز مثل الليوكيميا ارتفاع كريات الدم البيضاء، واي شيء يسبب لك نكروسيس باي سيل، يعني هذا ال LDH مو سبيسيفيك، يعني مو كلش سبيسيفيك للهارت، لذلك ما تستخدمه عاده وحده، تستخدمه ويا انزيمات ثانيه او تستخدم السبيسيفيك ايزوفورم مالته. واضح؟ هو شوف احنا دلاحظ انه هذا الانزيم مرات اني اما استخدمه ويا انزيمات ثانيه حتى اتاكد من الدياغنوسيس، او لا هو نفس الانزيم بس استخدم سبيسيفيك ايزوفورم من عنده، ايزو انزيم من عنده، واختار اللي يكون موجود بس بالهارت، انا جاي استخدم هسه جاي اشخص اكيوت مايوكاردال انفاركشن، فراح نشوف انه هذا ال دي اتش هم باكثر من ايزو انزيم، هذا ان الايزو انزيم هسه راح نشوف انه بيئه اكثر فائدة وجود أكثر من آيزو إنزيم، حتى أتأكد شنو المصدر، شلون الكرياتين كاينيز بي 3 آيزو إنزيم، فحتى أتأكد من الهارت مصل. فهنا نفس الشيء يقول لك الـ LDH إنزيم is a tetramer with 4 subunits، بي 4 وحدات، هاي التسمية أما السبيونت أرمز لها بحرف H كرمز للهارت، أو الM كرمز للمصر، بس هاي الرموز مو معناته، يعني هاي هيك الرموز يعني أبد ما مهم، هسه راح نشوف شنو، يعني مو معناته إذا هو الايزو انزيم بحرف H معناته كله من الهارت، مو شرط، هسه راح نشوف شنو قصد. ويقول لك هي على شكل سلسلتين، هو يعني أربع وحدات لكن سلسلتين من جينين مختلفات. Although both of them have the same molecular weight, there are minor amino acid variation. هاي معلومات مو مهمة، يقول لك يعني هي هو أربع وحدات على شكل two chains، صح هي نفس المولكيولر نفس الوزن الجزيئي، لكن هناك اختلافات بالأمينو أسيد. هسه راح نشوف شنو هذا. آني هذا ال LDH هو متكون من أربع وحدات. اكو H subunit ترمز للهارت، و M subunit ترمز للمصل، اوكي؟ ال H هاي اللي تكون شكلها مربع، وال M دائرة. اذا كان عندي 4 H، هذا 4 H يسموه H4، هذا ال LDH1، وراح نشوف كل واحد شنو مصدر. 4 H H4 اسميه. اذا عندي 3 H ووحدة M H3M1، هذا LDH2. إذا عندي 2H و2M H2M2، هذا LDH3. وإذا عندي H1 وM3، هذا LDH4. وإذا عندي كلهن M4 LDH5. هذني إذن عندي خمس آيزو إنزيمز LDH، LDH1 إلى 5. الواحد هو H4، الاثنين هو بستواري خل الاثنين هو H3M1 H2M2 بالنسبة للثلاثة H1M3 وM4 وقلنا الH يرمز للهارت والM للمصل. الLDH1 اللي هو الH4 من اسمه، يعني كل مكوناته هي بالهارت، H4
إذن هذا بالهارد مسل سبيسيفيك، هذا لأن كل مكوناته. هاي ما تهمني الموبيلتي زين. أهم شيء تشيو أوف أوريجين ذني مو كلش مهمات. أهم شيء التشيو أوف أوريجين اللي هو الهارد مسل، والبرسنتج مات بالنورمال بالحالة النورمال 30% من التوتال LDH. LDH2 اللي هو H3M1 بالRBC، شوف هسه أنا ما له علاقة، يعني هو B3H اللي هي ترمز للهارت، وحدة M اللي هي ترمز للمصل، بس هو موجود بالRBC فما لها علاقة هاي التسمية، هاي مجرد للتفريق بيناتهم. فالLDH2 اللي هو H3M1 موجود بالRBC، هذا البرسنتج مالته 35%. ال3 اللي هو H2M2 موجود بالبرين، برسنتج مالته 20. وال4 H1M3 موجود بالليفر، برسنتج مالته 10. وال5 اللي هو M4 من اسمه هذا، لانه اربع وحدات هذا سكيليتال مسل، اربع وحدات M 5%. اذا هذني وظيفتين التفريقاني اريد اشخص اكوت مايوكارديال انفاركشن، يا هو المفروض مرتفع عندي LDH1 ليش؟ لانه موجود بالحاره مصر. البقيه غير ديزيزز، ليفر ديزيز، براين ديزيز، مصل ديزيز، لكن مو الحاره. الحاره LDH1 هو اللي حيرتفع. اذني اما اني هسه من اسوي تحليل مختبري، اما احسب التوتال LDH بدون اي ايزو انزيم مثلا ما متوفر عندي، هذا حتى احسب سبيسيفيك ايزو انزيم هاي مو طريقه سهله. هي لذلك هي بالدياجنوستس اكو اكثر من طريقه. فاني اما اذا عندي اقدر احسب ال LDH1 عندي طريقه احسب LDH1 واتاكد انه هو مرتفع. اذا ما عندي احسب التوتال LDH وشين ادمج وياه، مثلا ادمج وياه مثلا اسبارتيت، ادمج وياه هذا الاسبارتيت امانو ترانسفيرنس، ادمج وياه كرياتين كاينيز مثلا، حسب اللي اريده حتى اتاكد من الدياجنوسيس. واذا كان انا عندي طريقه للفصل في LDH1 هو كافي حيكون مرتفع. فيقول لك normally LDH2 level in the blood is greater than، بالحالة النورمال LDH2 35%، هذا 35%، والLDH1 30%. إذا صار myocardial infarction شي يصير reverse، لأن LDH1 لازم يرتفع، فهاي النسبة حتنقلب. يعني مثلا يجوز هذا يصير 35 وهذا يرجع 30، يصير reverse. هاي بالأكيوت myocardial infarction، ليش؟ لأن LDH1 هو اللي المفروض يرتفع. هسه نجي الكاردياك تروبونين، هاي طريقة أخرى، ذني مو إنزيمات، ذني عبارة عن كومبلكس، بس هم هي ماركرز للمايوكارديال إنفاركشن. التروبونين كومبلكس، هاي تذكروا تروبونين كومبلكس أنتم، هسه راح أذكركم بي. تروبونين كومبلكس consist of three components: تروبونين سي اللي هو الكالسيوم بايندينج، وتروبونين آي أكتومايسين ATPase inhibitory element، وتي. هذا هنا إذا تتذكرون بالفصل الجاي بالكورس الأول، هذا هو التروبونين كومبلكس اللي هو عبارة عن هذا التروبونين كومبلكس الفوق، يعني من متكون هذا الجوة تروبونين آي وتي وسي. السي إذا تتذكروا أخذنا يرتبط ويا الكالسيوم، والتي اللي يرتبط بهذا التروبومايوسين حسب هاي الصورة، والآي يرتبط بالأكتين. هو شنو؟ إذا تذكرون تروبونين كومبلكس إنه يجي الكالسيوم، إحنا نعرف إنه بالمصل أكو أكتين، خيوط أكتين ومايوسين، هالتروبونين كومبلكس موجود بالأكتين، فمن يجي كالسيوم يرتبط بالتروبونين سي حيبدي هنا نفت، يبدي يسوي conformational change بحيث يخلي المايوسين والأكتين يرتبطون سوا على مود يصير contraction. هاي أخذناها بالسكيليتال المصل، فهاي كوظيفة يعني. فاحنا هذا ما يهمني هسه، هاي كفسلجة يعني ما يهمني كفسلجة، كأن وإنما ككومبلكس إنه هو مثل ما قلنا السي هو اللي يرتبط به الكالسيوم، تروبونين سي حيروح الكالسيوم يرتبط به ويبدي حتى يبدي عملية الكونتراكشن. الآي لا، الآي هو شي يقول أكتومايسين إنهبيتوري إليمنت، هذا الآي اللي هو يرتبط بالأكتين، هسه السي يرتبط بالكالسيوم، التروبومايوسين يرتبط بالأكتين، هذا يفيدني لا يمنع الكونتراكشن، لذلك يسمى انهبيتوري.
الآي يمنع الكونتراكشن. إذا السي هو اللي يبدي الكونتراكشن إنه يرتبط بالكالسيوم. التروبونين آي هو يمنع كونتراكشن. والتي يشتغل ويا السي، التي يشتغل ويا السي على مود شنو؟ على مود الكونتراكشن. إذا السي والتي يحفزن لعملية السكيلتال مصل أو الكاردياك مصل كونتراكشن، والآي يمنعها. هسه هاي كفسلجة، مو مهم الفسلجة هنا. كبايو كيمستري راح نشوف إنه يا هو اللي يرتفع أكثر شيء التروبونين آي is released into the circulation within 4 hours. زين والبيك مات 14 إلى 24، يعني هذا دا نلاحظه إنه هو أسرعهم، هذا أسرع واحد كلش سريع، لأنه يرتفع بأربعة أور والبيك مات 14 إلى 24، يعني حتى أسرع من الكرياتين كانيز والأسبارتيت أمان كلش سريع. و remain elevated 3 إلى 5، يعني return to normal مات 3 إلى 5 يشبه الأسبارتيت أمان ترانسفيريز. بس هذا مو مهم، إنه التروبونين آي كلش سريع، أسرع حتى من البقية. بينما التروبونين تي، هسه احنا قلنا اكو اي وسي وتي، الاي هو اللي راح يرتفع كلش سريع، التي 6 اورز شويه ابطا من عنده، والبيك مالته بطيء ورا 72. زين يعني 3 ايام 72 مو بطيء، 72 كلش زين اصلا. العفو لا البيك، لا البيك بطيء صح. و remain elevated اي هذا البطيء. فشوف يعني هسه حتى نخربط، التروبونين اي حيرتفع كلش بسرعه 4 hours، والبيك مالته 14 ل 24 كلش سريع. تروبونين تي يعني ورا 6 اور يبدي يرتفع، لكن البيك مالته بطيء ورا 72، يعني 3 ايام ويستمر يعني من 7 إلى 10. The troponin T estimation is mean sensitive index، كلش هذا تعتبر sensitive index للمايوكاردال انفاركشن لأنه تستمر لفترة طويلة، فأقدر أنا أتأكد من أنه هي حتى إذا بعد أسبوع أو هاي أنا أقدر أتأكد لأن remains elevated. إذن الآي حيرتفع within 4 hour والبيك مات 14 ل 24، هذا 6 اور البيك مات 72 ويستمر الى 7. نيجي المايوغلوبين، جلوبين هذا هم نفت كاردييك ماركر. One of the earliest marker is myoglobin which is very sensitive but in certain settings lack specificity. طبعا المايوغلوبين موجود بالهارت، موجود بالسكيليتال مسل، فممكن ما يحدد لي انه هو الدامج هارت لو سكيليتال مسل. هم يرتفع 4 اورز falsely high level may be observed إذا أكو renal failure و muscle injury. إذن مو very not يعني كلش specific، يعني هذا المايوغلوبين يرتفع وراء 4 hour بالinfarction لكن ممكن بالrenal failure والmuscular muscle injury هم هنا. هاي يعني هنا شون ال changes جاي ترتفع حسب هسه المايوغلوبين قلنا within 4 hours يرتفع. التوتال كرياتين كانيز قلنا شقد يحتاج 12 مو قلنا، بس خلنا نتأكد كرياتين كانيز، الكرياتين كانيز 24 العفو اي البيك مات 24 لكن الانكريس 3 الى 6 اور. زين فهاي هيك مجرد مخطط لش وقت كل واحد يرتفع يعني خلال اي ساعة، يعني انت من هناك اذا فهمت ذاك حتفهم هذا المخطط.